استهدف تفجيران ظهر الخميس مستشفى بنغازي الطبي شرقي ليبيا تزامنا مع ارتفاع وتيرة المعارك في المدينة بين القوات المقاتلة لداعش وجماعات إرهابية متحصنة في بعض أحياء بنغازي. جاء هذا التفجير بعد عشرة أيام من التفجير الانتحاري بالقرب من مشفى الجلاء وسط بنغازي، وتأتي هذه الهجمات الإرهابية في ظل ارتفاع وتيرة المعارك بشكل كبير ضد داعش منذ أسبوعين وسط سماع أصوات للانفجارات وتحليق للطيران الحربي في سماء المدينة. الارهاب اللي قامت به المجموعات الارهابيه اليوم من داخل مستشفى النفو المتين تمكنوا هذه المجموعات الارهابيه من التسلل الى داخل قسم الجرحى ووضع حقائب لهن شرطه مضاده للدبابات اللي يقولوا 6 كيلو داخل الحمامات، لكن الله ستر وسلم ان لما صار الانفجار لم يتضرر احد من الشباب، ونقلناهم الان الى قسم اخر وقعدت الجهات المختصه تعاين في المكان، والحمد لله جو شباب الهندسه العسكريه اللي مشطوا المكان وتاكدنا ان ما فيش اي عبوه ناسفه.